بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل مع بعض إن شاء الله الجزء الأخير من الفصل الخامس اللي هو تحليل شبكات الأعمال، وهو جزء بسيط وإن شاء الله تكون محاضرة النهاردة بتاعت محاضرة خفيفة عليكم وما فيهاش أي مشكلة خالص. آخر جزء عندنا بيتكلم على استخدام تحليل شبكات الأعمال في تخطيط الموارد اللازمة للمشروع. استخدام تحليل شبكات الأعمال في تخطيط الموارد اللازمة للمشروع. أي مشروع إحنا عملناه وعملنا تحليل الشبكة بتاعته، آخر حاجة عندي أنا المشروع ده ليه تكلفة من وجهة نظر المحاسب. التكلفة دي أنا مقدرها برقم معين، المشروع هيتنفذ برضو في عدد من الأسابيع أو الشهور، فأنا عاوز أعمل حاجة اسمها موازنة أوزع فيها المبلغ اللي هو بتاع المشروع على الأنشطة، كل نشاط أو كل أسبوع أو كل شهر اللي هو المدة زمان اللي أنا بقيس بيها هياخد معايا تكلفة في حدود قد إيه، علشان التمويل نفسه أكون أنا إيه محضر له ومستعد له. فبيقول لي إن إحنا في تحليل شبكات الأعمال هنستخدم التخطيط ومراقبة موارد وتكاليف المشروع. طيب الكلام ده هنعمله إزاي؟ قال لي هنعمل جدولين. اول جدول بيقول لي جدول على اساس ايه؟ افتراض البدء المبكر. ايه هو البدء المبكر؟ هو الزمن الذي يبدأ فيه النشاط اذا انجزت الانشطة ايه في وقتها. طيب وهعمل جدول برضو عكس الكلام ده اللي هو جدول على اساس ايه؟ على اساس افتراض البدء المتأخر. ايه هو البدء المتأخر؟ اللي هو اخر زمن يمكن ان يبدأ فيه الايه النشاط بشرط عدم تأخير الانشطة اللاحقة. احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده وشرحناه بالتفصيل. يبقى انا عندي لما اجي يطلب مني اعداد موازنة لتخطيط موارد المشروع هعمل جدولين، جدول مبني على اساس البدء المبكر او البداية المبكرة، وجدول مبني على اساس البدء المتأخر او البداية المتأخرة. تمام؟ طيب الجدولين دول بقى بيعملوا ايه؟ الجدولين دول بيوضحوا احتياجات الشركة أو الأنشطة من الموارد إيه على مدار زمن تنفيذ المشروع. وعلشان كده إيه هنوضح إزاي هنعمل الإنفاق أو المصروفات اللازمة لكل نشاط عبر الإيه عبر الوقت اللازم لتنفيذه. طيب إذا افترضنا طبعا إن الموارد يتم استخدامها بانتظام على مدار فترة تنفيذ المشروع، يبقى أنا بفترض هنا فرضية أساسية إن إيه إن هناك انتظام في إيه في استخدام الموارد اللازمة لإيه لتنفيذ المشروع. هنبدأ على طول بالمثال بتاعنا. بيقول لي إيه؟ فيما يلي الخريطة أو خريطة التحليل الشبكي لأحد المشروعات موضحًا عليها أسماء الأنشطة والتوقيت اللازم لكل منها بالشهور. يبقى أنا عندي هنا بقيس بالإيه؟ بالشهور. الخريطة انا مش عارف ليه لما باجي اعمل لكم تحليل الشبكه بتيجي بتطلع بالشكل ده. الخريطه عندي انا عندي ادي اول حدث اهوت اللي هو ان الحدث واحد النشاط واحد او الحدث واحد بيروح ايه للحدث اتنين. انا هعملها لكم كده بس الرسم هيبقى متلخبط شويه. النشاط الف زمنه ايه؟ زمنه شهرين، ومن الحدث واحد للحدث تلاتة اللي هو مين؟ اللي هو النشاط ب، وزمنه قد ايه؟ وزمنه تلات شهور. تمام؟ وبعدين قال لي النشاط ج من الحدث اتنين للحدث اربعة، وزمنه قد ايه؟ وزمنه شهر واحد. طيب والنشاط د من الحدث 3 للحدث ايه 4، وزمنه قد ايه؟ زمنه 3 شهور. اديني برسم معاكم الخريطه اهوت اكنها ايه اكنها مش مرسومه، بس طبعا في الامتحان لو سالتك في حاجه زي ديت هجيب لك الخريطه جاهزه، وانت بس مجرد هتعمل ايه هتعمل الحل بتاعك على طول. يبقى انا عندي النشاط د بيوصل ما بين الحدث 3 والحدث ايه 4، وعندي النشاط ه بيوصل ما بين الحدث 3 والحدث كام؟ والحدث 5. طب زمنه قد ايه؟ زمنه شهرين. تمام؟
وبعدين عندي النشاط واو هياخد منين؟ هياخد من اتنين، هياخد من اربعة قصدي، للنشاط ايه؟ للنشاط ستة، وزمنه شهرين. والحدث او النشاط زاي هياخد من خمسة لستة، وزمنه ايه؟ زمنه اسبوع. ادي الخريطة اللي هي المفروض ايه؟ جاهزة. وبيقول لي وفي ما يلي التكاليف المقدرة لكل نشاط. طبعا المثال ده موجود في الكتاب. اداني هوت الايه؟ النشاط والتكاليف بتاعته قد ايه. يبقى انا هنا في الخريطة هحدد ايه؟ هحدد النشاط والزمن او الوقت المقدر في تنفيذه. يعني مثلا النشاط الف المدة الزمنية اللازمة شهرين، بتكلفة قد ايه؟ بتكلفة 10,000 ايه؟ جنيه. جبت منين 10,000؟ هو مدي لك هنا النشاط ألف هيتكلف 10,000، النشاط ب هيتكلف 30,000، النشاط ج هيتكلف 3,000، النشاط د هيتكلف 6,000، النشاط ه هيتكلف 20,000، النشاط واو هيتكلف 10,000، وأخير النشاط زي هيتكلف 8,000. مجموع الأنشطة ديت أو مجموع التكاليف المقدرة دي 87,000 جنيه. إذا المشروع ده هيتكلف على الشركة لما تيجي تنفذه 87,000 جنيه. ال87,000 جنيه دول متوزعين على كل نشاط، وكل نشاط وفقا للخريطة متحدد ايه؟ التوقيت اللازم لتنفيذه بالشهور. طيب عاوز ايه بقى في التمرين؟ بيقول لي فاضل لي ان هو كمان هيديني جدول موجود فيه البدء المبكر والبدء الايه؟ المتأخر لكل نشاط. ادي هوت بيقول لي وفي مالي اوقات البدء او البداية المبكرة والبداية المتأخرة لكل نشاط. وقال لي النشاط ألف 0 و3. 0 و3 يعني ايه؟ يعني البداية المبكرة، يعني النشاط ألف ينفع أبدأ فيه من ايه؟ من أول ما أنفذ المشروع، دي البداية المبكرة، وينفع أبدأ فيه بعد مرور 3 شهور من تنفيذ المشروع، وما يكونش مش هيبقى عندي مشكلة، دي البداية المتأخرة. طب النشاط به مثلا ينفع أبدأ منه كبداية مبكرة؟ لازم أبدأ بيه أول ايه؟ المشروع. طب النشاط به برضو في البداية المتأخرة؟ قال لي برضو 0. معنى الكلام ده ايه؟ ان انا لازم اول ما ابدأ في المشروع، المشروع به لازم، النشاط به قصدي، لازم ابدأ بيه على طول. ده لا عنده وقت مبكر ولا عنده وقت ايه؟ متأخر. يبقى انا ايه؟ اول نشاط هبدأ بيه غصب عني هو النشاط مين؟ به. لو انا هشتغل على البداية المبكرة او البداية المتأخرة. طب لو هشتغل على البداية المبكرة بس، ينفع ابدا في الف وب مع بعض؟ وصل الفكره؟ يبقى انا لو انا هشتغل البدايه المبكره، يعني لما اجي انفذ المشروع ينفع ابدا بالف وب مع بعض في نفس الايه؟ التوقيت. طب لو هشتغل البدايه المتاخره ما ينفعش ابتدي غير بمين؟ غير بب، وبعدها ب3 شهور ابتدي بايه؟ بالنشاط الف، وهكذا بقى للنشاط جيم. ما ينفعش ابدا النشاط جيم غير بعد مرور ايه؟ شهرين كبدايه مبكره، او بعد مرور 5 شهور كبدايه متاخره. والنشاط دال 3 و3، يعني كده في كل الأحوال النشاط دال مش هينفع أبدأ في تنفيذه إلا بعد مرور 3 شهور. والنشاط ه 3 و5، والنشاط واو 6 و6، والنشاط زاي 5 و7. طيب طالب مني إيه؟ طالب مني إن أنا أعمل موازنة تقديرية للتكاليف المشروع على أساس البداية المبكرة والبداية المتأخرة، مرة كده ومرة كده. وعاوز مني اعمل رسم بياني يوضح مدى الموازنات التقديرية الممكنة لتكاليف المشروع. طيب عشان اعمل الموازنة التقديرية لتكاليف المشروع سواء بالبداية المبكرة او بالبداية المتأخرة، لازم الاول احدد المسار الحرج اللي هو في نفس التوقيت اللي هو ايه؟ اللي هو زمن تنفيذ المشروع. انا عاوز اعرف المشروع ده هيتنفذ في كام اسبوع علشان ابدأ اشوف الأسابيع دي كل أسبوع أنا مطلوب مني فلوس قد إيه أطلعها. يبقى أنا أول حاجة في الحل بتاعي لازم أقول له إيه؟ تحديد الزمن اللازم أو المتوقع لإنجاز الإيه؟ المشروع، اللي هو زمن المسار الحرج. يبقى أول خطوة كده أحدد المسار الحرج. طيب أنا عندي الخريطة برضو طلع من غير ايه؟ من غير دوائر واسهم. الخريطة هنحدد منها الايه؟ المسارات. قال لي اول مسار
ألف جيم واو. ألف جيم واو زمنه كام؟ 2 زائد 1 زائد 2 يعني إيه؟ يعني 5 شهور. طب المسار التاني ب دال واو زمنه كام؟ 3 و3 و2 يعني 8 شهور. المسار التالت ب ه واو اللي هو 3 و2 و1 يعني 6 شهور. إذا أنا زمن تنفيذ المشروع أو الوقت اللازم للانتهاء من تنفيذ المشروع كام؟ 8 شهور ودون تأخير. جبته منين؟ اللي هو المسار الحرق اللي هو أطول مسار في التلاتة. طيب رقم 2، خدته رقم 2، هبدأ أعمل إيه؟ هقول له هعمل موازنة تقديرية للتكاليف على أساس البداية المبكرة. هبدأ أعمل موازنة تقديرية على أساس الإيه؟ البداية المبكرة. طيب هعملها ازاي؟ هنعمل جدول. احنا قلنا هننفذ المشروع في كام اسبوع؟ 8. يبقى انا هعمل جدول مكون من 8 اعمدة، 8 اعمدة بخلاف العمود اللي هو ايه؟ الاول. زي ما انتم شايفين كده، هبدأ احط الاول النشاط بتاعي قلب بيه جيم دال ه واو زي النشاط اللي هي عندي في الايه؟ في الخريطة. وبعدين هحط 8 اعمدة من 1 ل 8 اللي هم دول عبارة عن ايه؟ دول عبارة عن الشهور اللازمة لتنفيذ المشروع اللي هو المسار الحرج اللي احنا لسه حاسبينه. يبقى ايا كان المسار الحرج هيطلع بكام، هعمل اعمدة بعدد الايه؟ المسار الحرج اللي هو زمن تنفيذ المشروع. يبقى ده انا عندي الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. وهشوف انا محتاج في كل شهر قد ايه. طيب بالنسبة بقى للارقام اللي موجودة عندي في الجدول دي جات لي منين؟ واحدة واحدة كده وإيه ونحسبها مع بعض. النشاط الأول اللي هو ألف، لقيتني أو في الجدول حاطط 5000 و5000 في الشهر الأول 5 والشهر التاني إيه؟ 5. خلي بالك أنا شغال على أساس البداية الإيه؟ المبكرة. هرجع معايا كده لإيه؟ لتكاليف النشاط. التكاليف المقدرة لكل نشاط، هو قايل لي التكاليف المقدرة للنشاط ألف 10000 جنيه، تمام؟ طيب 10000 جنيه متوزعين على قد إيه؟ من الخريطة، هترجع للخريطة هتلاقي في الخريطة مكتوب تحت الساعة تحت نشاط ألف إيه؟ النشاط ألف المدة المقدرة أو الزمن بتاعه 2 شهر. حلو؟ طيب برضه هروح للبداية المبكرة في الجدول اللي هو مديهولي، هلاقي ألف بصفر. صفر يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ابدأ كبداية مبكرة نشاط ألف الا من اول اسبوع. يبقى انا النشاط ألف صفر يعني هبدأه من اول اسبوع او من اول شهر. يبقى انا هنفذ النشاط في اول اسبوع. طب هتنفذه في اول شهر، قصدي اسف، هنفذه على مدار 2 شهر. يبقى النشاط ألف دهوت هيتنفذ معايا في مين؟ في النشاط او الشهر الاول والشهر الثاني. مظبوط كده اهو. طب تكلفته كام؟ تكلفته 10000 جنيه. 10000 جنيه، واحنا مفترضين ان التكاليف هتوزع بانتظام، يبقى الشهر الاول هياخد 5 والشهر الثاني هياخد ايه؟ 5. تمام كده. يبقى انا هصرف على النشاط الف توتال 10000 جنيه. موزعين ازاي؟ موزعين على 2 شهر. طيب هروح للبداية المبكرة الاقيها 0، يبقى انا هوزع من اول شهر، يبقى الشهر الاول 5 والشهر التاني كام؟ 5. تعال اشوف النشاط ب. اول حاجة نرجع للخريطة، الاقي الخريطة مكتوب فيها ان النشاط ب زمنه 3 شهور، يبقى هيتم تنفيذه في كام شهر؟ في 3 شهور. عرفنا دي. اروح لمين؟ اروح للتكاليف المقدرة للنشاط ب. هلاقي التكاليف المقدرة للنشاط ب 30000 جنيه. يبقى 30000 جنيه على 3 شهور، يبقى انا هصرف في الشهر قد ايه؟ هصرف في الشهر 10000 جنيه. اقوم رايح على البداية المبكرة للنشاط ب، هلاقيها بصفر. يبقى صفر يعني ايه؟ يعني انا هبدأ النشاط ب من اول شهر، بس كام شهر؟ 3. يبقى هقول النشاط ب بدايته المبكرة 0، يبقى هياخد معايا من الشهر الأول والتاني والتالت
تكلفة الشهر كام؟ 10,000 جنيه. جبتها منين؟ 30,000 جنيه تكلفة النشاط ب على 3، يعني 10,000 جنيه. نروح للنشاط ج. النشاط ج في الخريطة بتاعتي هلاقي زمنه شهر واحد، جميل، وتكلفته 3,000 جنيه. يبقى التلات تلاف جنيه دول هيتصرفوا في شهر واحد. طيب هروح للبداية الايه المبكر، قال لي هبدأه بعد مرور شهرين. خلي بالك لما مكتوب عندك 2، يعني بعد مرور شهرين، يبقى امتى؟ يبقى من بداية الشهر الثالث. يبقى هتحط التلات تلاف جنيه في بداية الشهر الثالث اهو. تبقى النشاط ج هنبدأه في الشهر الثالث ب3,000 جنيه. نروح للنشاط د. النشاط د في الخريطة هياخد كام شهر في تنفيذه؟ هياخد 3 شهور، جميل. هرجع لمين؟ للتكاليف المقدرة للنشاط د، هلاقيه 6,000 جنيه. 6,000 جنيه على 3 شهور، يعني 2,000 جنيه كل شهر. فاضل لي ايه؟ فاضل اخر خطوة. هروح للبداية المبكرة للنشاط د في الجدول، هلاقيه 3. 3 يعني ايه؟ يعني مش هينفع ابدأه غير بعد مرور 3 شهور. هروح يعني امتى؟ يعني بداية من الشهر الرابع. هروح على الموازنة واحط بداية من الشهر الرابع 2,000,000,000 اللي هما مجموعهم 6، اللي هو تلاتة مع تلاتة، لان هو قال لي ان المدة بتاعته في الخريطة 3 شهور. النشاط ه تكلفته 20,000 جنيه، والزمن المتوقع ليه شهرين، يبقى الشهر بتاعي بكام؟ ب10,000. وبرضه هروح للوقت المبكر او البداية المبكرة هلاقيها 3، يعني هبدأه بعد مرور الشهر التالت، يعني من الشهر الرابع، على شهرين، يبقى كل شهر كام؟ 10,000 جنيه زي ما احنا شايفين اهو. تمام. طيب الشهر او النشاط واو. النشاط واو تكلفته 10,000 جنيه، والزمن بتاعه قد ايه؟ شهرين من الخريطة، يبقى 10 على 2، يعني كام؟ كل شهر 5,000 جنيه. هحطهم في انه شهر؟ هروح للبداية المبكرة للنشاط واو، هلاقيه كام؟ هلاقيه 6. 6 يعني ايه؟ يعني مش هينفع ابدأه الا بعد مرور 6 شهور، يعني من الشهر السابع. يبقى هحط في النشاط واو الشهر السابع والثامن، اللي هما الشهرين بتوع 5 و5. تمام. النشاط زي تكلفته 8,000 جنيه، والمدة الزمنية بتاعته شهر واحد، والبداية المبكرة بتاعته ايه؟ 5. 5 يعني ايه؟ يعني مش هينفع ابدأه الا بعد مرور 5 شهور، اللي هو ايه؟ هحطه من بداية النشاط الشهر السادس. يبقى النشاط زي تكلفته 8,000 جنيه في شهر واحد، بعد مرور 5 شهور، يعني من الشهر السادس. تمام كده. انا كده وزعت الفلوس بتاعتي اللي هم 87,000 جنيه، وزعتهم على الشهور الثمانية. تمام. نبدأ بقى نجمع تكلفة كل شهر. اذا انا مطلوب مني في الشهر الاول يكون متوفر معايا فلوس قد ايه؟ 15,000 جنيه. والشهر التاني مطلوب مني 15,000 جنيه، والشهر التالت 13,000 جنيه، الشهر الرابع 12,000 جنيه، الشهر الخامس 12,000 جنيه، الشهر السادس 10,000 جنيه، الشهر الخامس او السابع 6، والثامن 5، قصدي 5 و5. طيب يبقى انا اهم حاجة عندك انت كمحاسب الموازنة دي. انت بتقول لصاحب المشروع المشروع بتاعك ده هيتكلف كام؟ 87,000 جنيه. طيب يا ترى مطلوب منه هو ان هو يوفر الائتمان او الدعم المالي مرة واحدة؟ هو ما يعرفش، هو مش محاسب، مش متخصص. فحضرتك اللي هتقوله انت مفروض كل اول شهر توفر لي المبالغ دي، عاوز منك 87,000 جنيه على مدار 8 شهور زي ما انتوا شايفين كده. اذا مع نهاية الشهر الاول في التكلفة المجمعة، اخر ايه؟ اخر صف عندي. مع نهاية الشهر الاول الراجل هيكون صرف على مشروع 15,000. مع نهاية الشهر التاني هيكون صرف 30، اللي هم 15 و15.
نهاية الشهر التالت هيصرف 43 اللي هم 30 وال13، نهاية الشهر الرابع هيصرف 55 اللي هم 43 و12، وهكذا لحد ما نوصل لنهاية الشهر الثامن هيكون صرف الكام؟ 87,000 جنيه. ده أول إيه؟ أول مطلوب اللي هو إن أنا عاوز موازنة تقديرية على أساس إيه؟ البداية. طيب لو هو طالب مني كمان برضو عاوز موازنة تقديرية على أساس الإيه؟ البداية المتأخرة. طبعا التفاصيل اللي احنا شرحناها على الجدول اللي فات مكتوبة، هكتبها لكم اهي، خلاص انا قلتها، فانا بس هعرضها علشان انتوا وانتوا بتذاكروا تبقى ايه تقروها تاني وتتأكدوا ايه من الكلام. ازاي احنا جبنا ايه، ازاي انا ليه هنا مثلا في رقم واحد حطيت من 1 لـ 8 اللي هو زي ما تنفيذ المشروع، ازاي انا جبت كل رقم وحطيته في الأعمدة بتاعة النشاط، وليه حطيته هنا في الشهر الأول والشهر الثاني وهكذا. يبقى ده أدي النشاط ألف، وده النشاط ب، وأدي النشاط جيم اهوت، نشاط دال، وبعدين النشاط ه، والنشاط واو، وأخيرا النشاط زاي. ده الكلام اللي احنا قلناه. طيب عاوز بقى اعمل ايه؟ اعمل نفس الموازنة بس على اساس ايه؟ على اساس البداية المتأخرة او البدء الايه المتأخر. هنعمل نفس الكلام، هنعمل الجدول بتاعي اللي هو النشاط والتمن شهور اللي هم 8 أعمدة، وهنبدأ نفس الكلام هو هو، بس هنشتغل على ايه؟ على البداية المتأخرة. البداية المتأخرة اللي هو برضو مديهالي معطى في التمرين. هتيجي تشوف احنا قلنا النشاط ألف مثلا هيتنفذ في شهرين وتكلفته 10,000، يبقى 5 و5 هحطهم فين؟ قال لي البداية المتأخرة في الجدول بعد 3، يعني بعد مرور 3 شهور تقدر تنفذ الايه؟ النشاط ألف. يبقى هبدأ أحطه في الشهر الرابع والشهر الخامس أهوت. طيب النشاط ب، أنا حسبنا تكلفة الشهر بإيه؟ ب10,000 موزعة 3 شهور، والبداية المتأخرة طلعت بصفر، يعني هبدأ من إيه؟ من الشهر الأول 1 2 3. طب النشاط ج تكلفته هو شهر واحد في تكلفته 3,000 جنيه، البداية المتأخرة بتاعته يعني كام؟ 5، يعني هحطها في الشهر السادس اللي هو إيه؟ بعد مرور 5 شهور، يعني بداية من الشهر السادس. النشاط د، خد بالك من الحتة دي كويس قوي، البداية المتأخرة أو البداية المبكرة ما بحطش الرقم اللي هو موجود عندي في التمرين، ما بحطش في نفس الرقم، بحط في الشهر اللي بعده. النشاط د قلنا 3 شهور كل شهر ب2000، وقال لي هنا البداية المتأخرة 3، يعني بعد مرور 3 شهور يعني هحط في الشهر الرابع والخامس والسادس. والنشاط ه شهرين الشهر ب10,000 جنيه، والنشاط ه في قال لي هنا في البداية المتأخرة 5، يعني هحط في الشهر السادس والسابع 10 و10. والنشاط واو بعد مرور 6 شهور يعني هحط في ايه؟ في 7 و8. واخير النشاط زي بعد مرور 7 شهور يعني هحط في الشهر الايه؟ في الشهر الثامن. طيب وفقا بقى للبداية المتأخرة ايه اللي هيختلف معايا؟ هيختلف التمويل المطلوب في كل شهر. طب ايه الفرق بقى؟ هتلاحظ هنا ان الرقم المطلوب في الشهور الاولى هيكون اقل من المطلوب في الشهور الاولى في الايه؟ في الموازنة على اساس البدء المبكر. يبقى انت لو انت ما فيش سيولة معاك كافية ممكن تعمل الموازنة على اساس الايه؟ البدء المتأخر، علشان تأخر الفلوس اللي محتاجها في الشهور الأخيرة. إنما أنت لو الدعم والسيولة متوفرة الأفضل ليك طبعا تعمل الموازنة على أساس الإيه؟ البدء المبكر، وتضخ المبالغ الكبيرة في الشهور الأولى علشان تكون إيه؟ أنت معاك سيولة. ما معاكش سيولة بقى تعمل إيه؟ الموازنة على أساس البداية المتأخرة. فهتلاحظ هنا إن الشهر الأول مطلوب مني كام؟ مطلوب مني 10,000 جنيه أوفرها، هناك كان مطلوب مني 15. في الشهر التاني مطلوب مني 10، هناك مطلوب مني برضو كام؟ 15. هنا مطلوب مني في الشهر التالت 10، هناك مطلوب مني 13.
الشهر الرابع كان هنا مطلوب مني 7، هناك كان مطلوب مني 12. الخامس مطلوب مني كام؟ 7، هناك مطلوب مني 12. هتيجي بقى في آخر 3 شهور، هنا مطلوب مني 15,000 جنيه، هناك مطلوب مني كام؟ 10 بس. هنا مطلوب مني 15,000 جنيه، هناك مطلوب مني 5 بس. هنا مطلوب مني 13,000 جنيه في الشهر الثامن، هناك مطلوب مني 5 بس. في كل الأحوال ال87,000 جنيه هيتوزعوا، هيتصرفوا، بس الفكرة في إيه؟ إن أنا أصرفهم معايا سيولة، فأعمل موازنة على أساس إيه؟ بداية مبكرة. معيش سيولة في بداية المشروع، أعمل الموازنة على أساس البداية المتأخرة، وأجل المبالغ الكبيرة لإيه؟ للشهور الأخيرة. تمام؟ يبقى أنا كده عملت لك الموازنة على أساس البداية المبكرة، والموازنة على أساس البداية إيه؟ المتأخرة. فاضل مني إيه؟ طالب مني إيه كمان في الامتحان؟ طالب مني، أو في المسألة آسف، طالب مني إن أنا أعمل إيه؟ أعمل رسم بياني. طبعا الرسم البياني هنا مجرد إيه؟ حاجة توضيحية بس. تمام؟ أنا هنا بس بوضح لك إن إحنا إزاي عملنا النشاط ألف في الموازنة على أساس البدء المتأخر، ومش هشرح لك الباقي، خلاص المفروض أنت عرفته بقى خلاص. طيب الرسم البياني انا هعمل، انا هو مجرد يعني للتوضيح، ان انا مش هتتسأل فيه في الامتحان، لان انت مش هيبقى عندك الوقت الكافي ان انت تعمل ايه، تعمل الرسم البياني. هو هنا بنعمل ايه؟ احنا عاوزين نشوفه المدى ما بين الموازنة على اساس البدء المبكر والبدء الايه المتأخر. تمام، ادي الخريطة عندي اهيت، انا بحط في العمود عندي التكاليف اللي انا هصرفها. طبعا انا بصرف من اول زيرو لحد 87,000 جنيه، اللي هو ايه اجمالي تكلفة المشروع. وفي الافقي هحط كام؟ هحط الزمن، انا هنفذ المشروع في كام؟ في 8 شهور. هنيجي في الشهر الاول هاجي اقول له ايه؟ احنا محتاجين كام؟ اللي هو الايه التكاليف المجمعة. نبدأ بقى نشوف، نعمل مرة للبداية المبكرة ومرة للموازنة على أساس البداية المتأخرة، ونشوفه أنا في الشهر الأول مثلا في البداية المبكرة هصرف 15,000 اللي هي النقطة دي. تمام؟ أهي. وفي البداية المتأخرة هصرف 10,000 جنيه، لو أنتوا فاكرين لسه قايلين حالا أهو، أدي المدى أهو. الشهر التاني محتاجين 20، أنا بشتغل على التكلفة المجمعة مش الإيه؟ مش تكلفة كل شهر. الشهر التالت 30 اهو، ده في البداية الايه المتأخرة، وهكذا في البداية برضو البداية المبكرة. هنعمل واحدة واحدة، وفي النهاية مجموع الموازنتين 87,000. هتلاقي في النهاية ان هما لازم يلتقوا في ايه، في نقطة واحدة، اللي هو ايه النقطة ديت اللي هي كام؟ اللي هي 87,000 جنيه. المدى بقى اللي في النص ده اللي هو ده ايه بنسموه المدى الممكن للموازنة التقديرية، دي بنسموها المرونة اللي انت بتشتغل فيها في ايه، في حدود تنفيذ الايه الموازنة التقديرية. كده محاضرة النهاردة خلصت، محاضرة سهلة وبسيطة. هحط لك انا لينك في اسفل الفيديو، في ملف PDF في مجموعة من اسئلة وتمارين الفصل الخامس اللي هي موجودة اصلا في الكتاب، بس طبعا ديت ليه اللي ما معهوش الكتاب يعمل لها داونلود ويبدأ ايه ويبدأ يحلها بنفسه. ده اللينك اهوت، طبعا انت مش هتعمل له داونلود من هنا، انت هتنزل تحت في صندوق الوصف في الفيديو هتلاقي اللينك دوت، هتضغط عليه هيفتح لك على طول الايه الملف البي دي اف اللي موجود فيه كل التمارين، كل الاسئله والتمارين الخاصه بالفصل الخامس. كده احنا انتهينا من الفصل الخامس بتاعنا، وان شاء الله فاضل لنا محاضرتين هنخصصهم للفصل السادس. وبشكركم وبالتوفيق إن شاء الله يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.